السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم عن تخفيضات سيارة أوبل إنسيجنيا 2020 اللي وصلت ل 40,000 جنيه. الفيديو ده واحد من سلسلة فيديوهات تخفيضات سيارات في مصر، جمعنا كل العربيات اللي تم تخفيضها في الفترة من 2019 لحد النهاردة وحطينا لكل عربية فيديو مخصوص. السلسلة فيها كل الفيديوهات علشان اللي عايز ياخد قرار شراء قبل ما يشتري يخش يشوف العربية بتاعته سعرها اتخفض فعلا ولا التخفيض ده وهمي 3000 و5000 وكلام زي كده، وهل فعلا العربية بقت وسط المنافسين اللي في نفس الفئة السعرية قادرة تنافس ولا العربية قيمتها اقل مقابل السعر، ولو في عربية تانية اقوى منها ممكن يقارن ويشوف الاحسن ويشتري، وعشان يعرف برضو لو في تلاعب من شركة زي شركة نيسان مثلا لما اعلنت تخفيض ولكن قبلها كانت مزودة السعر، عشان نبقى عارفين التخفيض اللي تم على العربية فعلا قد ايه. حطينا كل العربيات في سلسلة واحدة. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا الجديدة. نبدأ على بركة الله. شركة أوبل أعلنت عن تخفيضات أوبل إنسيجنيا 2020 بعد ما شفنا تخفيضات على عربيات تانية كتير الفترة اللي فاتت. شفنا تخفيضات شيفروليه ماليبو 2019 وأوبل جراند لاند 2020 وكيا سبورتج 2020 وهيونداي توسان 2020. الفترة دي هي فترة عدم استقرار في السوق المصري وكل الأسعار حاليا رايحة في اتجاه الانخفاض في كافة الفئات السعرية، كما أنه متوقع أن تستمر التخفيضات دي إلى فترة أطول. أوبل إنسيجنيا بعد التخفيض القوي اللي حصل عليها اللي وصل ل 40,000 جنيه ما تغيرش المنافسين اللي حواليها بشكل قوي، لان هم كمان حصل لهم تخفيضات. اول فئة منها بسعر اعلى فئة من تويوتا كرولا وبتنافس فورد فيوجن وسكودا اوكتافيا 2020 وعربيات تانية. اوبل خفضت اسعار اوبل جراند لاند ودلوقتي لقينا تخفيض اوبل انسيجنيا، ومن فترة شفنا اوبل كروس لاند اللي هو كان اقوى تخفيض شفناه اللي وصل ل 95,000 جنيه. أسعار كافة السيارات الأيام دي في نزول مستمر، وده بسبب الركود القوي اللي بيعاني منه السوق المصري طول الفترة الماضية، ولا بسبب حملة خلية تصدي ولا بسبب حد هو اللي حاطط الخطة ولا اللي ليه فضل في نزول الأسعار. الموضوع جاي من عند ربنا سبحانه وتعالى. العربيات بتنزل بسبب الركود الطبيعي والعزوف اللي بتقابله تجارة السيارات في مصر، عزوف العميل المصري اللي هو محوش فلوسه ومخلي ليها علشان ياكل بيها. توجهت العربيات كلها لعمل تخفيضات على عربياتها وخاصة بعد تخفيض السيارات التركية، وده هيخلي إنسيجنيا تحتل نسبة كبيرة من سوق السيارات. العربية بالفعل محققة انتشار في مصر، ويمكن بعد التخفيضات وعند بدء حركة المبيعات ان شاء الله هتعمل انتشار قوي جدا للعربية أوبل إنسيجنيا بجميع فئاتها. اول فئة نزلوها بسعر 450 الف جنيه بدل من 480 الف بتخفيض 30 الف. تاني فئة نزلت ب 490 الف بدل 520 الف بتخفيض 30,000 جنيه. الفئة الثالثة موديل 2019 نازلة ب 560 الف بدل من 600 الف بتخفيض 40,000 جنيه. موديل 2020 ما زالت الفئة بسعر 600,000 جنيه. الفرق بين الثلاث فئات، الفئة الاولى اسمها إليجانس فيها فرش قماش ومرايات كهرباء وباور ب 450,000. الفئة الثانية الهايلاين قفل مركزي الابواب كاميرا خلفية مقاعد كهرباء ب 490,000. الفئة الثالثة موديل 2019 نازلة بفتحة سقف ودي سعرها 560,000. في نهاية الفيديو اتمنى اكون قدمت لكم معلومة مفيدة. اشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.